Le public d'aujourd'hui, il faut aller le chercher sur Internet. C'est là qu'il se nourrit et qu'il s'exprime. Le cinéma à son âge d'or. سأل على العهد الذهبي هل هناك عهد ذهبي للسينما؟ أن السينما مرهونة بوجود قاعة سينمائية وصناعة سينمائية مخابر إلى آخره. وأنا نقول في النهاية أن عندنا مخرجين وعندنا سينمائيين ولا نتمكن باش نقول بأننا عندنا سينما وطنية. كيفاش كانت بدايتك في الكتابة؟ بدايتي في الكتابة أنا تخرجت من المعهد العالي للسينما بباريس في 1966 وجيت بديت نشتغل في السينماتيك الجزائري وكان في ذاك الوقت كانوا الصحفيين في المجاهد بالفرنسية كلهم كانوا خاصة النقاد كانوا كلهم أجنبيين وعيط لي صديق بن يحيى كان وزير الإعلام قال لي شوف رحنا شفناك تنشط راه عندك معرفة شوية في السينما مليحة وحبينا نحضروا في جزائر النقد السينمائي إذن كنت أول ناقد سينمائي بديت نكتب في ديسمبر 67 أول مقالي على مهنة الممثل في السينما العالمية كنت أحلل الأفلام بعدين لما رحت للتلفزيون كنت دائما كنت نقدم فيلم نعاود نكتب عليه. علاش توقفت عن العمل كناقد سينمائي؟ وقفت يعني النشاط نتاعي كناقد سينمائي، علاش؟ قاعات سينمائية 400 قاعة 52 في الجزائر فقط كانت الجمهور كان موجود وكنت نخاطب الجمهور. نهار خلقت القاعات ما بقيت نشوف يعني مبرر لوجود واحد يسمي روحه ناقد سينمائي وما يوصلش للجمهور، ولهذا غيرت الطريقة وليت نكتب الكتب لأن قلت أنا أحسن طريقة باش نوصل للشباب للطلبة لهواة السينما. وش هو أول كتاب قريته؟ بديت نقرأ الكتب تاع رومون بوليسيي ولكن ثاني الأدب لكل جهة هذه هي يعني أنا حياتي كلها وأنا نقرأ. وش كان أول كتاب كتبته؟ أول كتاب كتبته هو هذا السينما والحرب التحريرية معركة صور. أنا حبيت من خلال هذا الكتاب هذا نذكر بأن السينما لعبت دور أساسي أثناء الثورة المسلحة وصلت القضية الجزائرية والكفاح تاع الشعب الجزائري إلى قلب الرأي العام العالمي. شحال من كتاب عندك؟ عندي هنا في الجزائر 6 كتب وفي الولايات المتحدة عندي 3. كيفاش تم اختيارك لدور النشر؟ أنا بديت يعني قدمت هذا الكتاب لدار شهاب وبعدين كل مرة يعني بقينا وافين يعني عندنا علاقة ودية علاقة مليحة متينة عمري ما فكرت باش نبدل الناشر. وش رايك في تحميل الكتب عبر الانترنت؟ انا جو سو با مانيش كونتر التيليشارجمون بشرط بان الحقوق تاع الناشر وتاع الكاتب يكونوا مضمونين. اكثر جزء في كتابك عنده معنى ليك؟ La plupart des films qui sont produits actuellement ne verront jamais un spectateur payé au guichet pour les voir. Un critique parle à un public et non pas au seul auteur de l'œuvre. Est-il normal que le journaliste aujourd'hui se contente de suivre, avec toute la servitude que cela pourrait impliquer, le film dans des festivals pour en parler à ses lecteurs? Le public d'aujourd'hui, il faut aller le chercher sur Internet. C'est là qu'il se nourrit et qu'il s'exprime, remplaçant souvent le journaliste pour les commentaires et les sanctions.